هو بحول هذا الفيلم المثير للجدل، فيلم حول نجوم مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وحتى انستغرام. يحضر معي مخرج الفيلم مزاحم يحيى لتفاصيل اكثر عن الموضوع. اهلا بك معنا. مرحبا بك فريا، مرحبا بكم. الله يسلمك مزاحم يحيى، انت مخرج الفيلم واستمعت معنا لتصريح وزير الثقافه حول الجدل الذي يحوم حول فيلم مواقع التواصل ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيلم مازال ما خرجش لكن الناس تتكلم عليه والجدل قائم. اعتقد انه الجدل مبالغ فيه، يعني كاين ناس يتضخم الجدل لاسباب ممكن شخصيه واسباب سياسيه واسباب اخرى، لكن انا اعتقد انه فيلم يعني ماهوش فيلم يعني لازم يتضخم لهالدرجه، فيلم عادي صغير، فيلم اللي كنا حابين يعني الفكره هي لازم نرجع لاساس الفكره اللي عندها عامين تقريبا عندما اقترح معالي وزير الثقافه نديروا فيلم على اليوتيوبرز الشباب تاع الانترنت. كان صديقي يوسف بعلوج اللي هو سيناريست تاع الفيلم اللي حرك الموضوع وكتب له يعني ملخص سيناريو عجبه له، قال له ديفلوبي اون سيناريو، طور الامور سيناريو حتى لحقنا عندها عامين درنا ورشه عمل مع جو كاع اليوتيوبرز، شفنا مع الوزير وقعدنا مع يوسف وقعدنا 20 يعني بين 20 مكان لا رفكة لحد واحد، كان مروان قروابي، كان شيما، كانوا بزاف ناس لي جون مراد داوديه، كانوا بزاف ناس. ومن بعد درنا ورشه عمل ثاني باش نشوفوا معاهم، ناخذوا افكارهم، نحكيوا معاهم، ناقشوا سيناريو باش يكون يعني الفيلم هذا، باسكو هذا مخدوم بالشباب، موجه للشباب، ثم ماهوش فيلم اللي يعني يصير عليه ضجه ولا اقصينا ناس للمسرح. بالعكس انا اكثر واحد اللي كي يكون عندي فيلم نروح للمسارح باش ندير كاستينغ ونحب نجيب ناس اللي ما موهوبين يعني وجدد، وحتى ناس اللي عندهم موهبه. بالعكس الفكره لازم نركز على اللب، بس مش قبل ما على بالي حاب تروحي للموضوع الاخر، حبيت نهضر على اللب. يعني المشروع هذا عنده عامين، ماهوش مشروع اللي دوكا جينا وهيا نديروا فيلم، لا لا عنده عامين. وانا بكري كنت حاب ندير سينما تجاريه، سينما اللي ترجع الجمهور للقاعات، سينما اللي تهم الشباب، لان بالنسبه لي هو اهم جمهور، هو اللي ممكن يعني يفتح لنا انه السينما ترجع شيء مهم، ترجع ثقافه السينما في الجزائر، انه الناس توجه للسينما باش تشوف فيلم. هذه الحاجه اللي في رايي راحت لنا في الجزائر، احنا حابين نرجعوا بها بهذا الفيلم. ماهوش معناتها هو فيلم كوميدي لايت، كوميدي خفيف جدا، ماشي ما تقدرش تجيب هو يعني شباب صغار، احنا حبينا نجيبوا وجوه كبار باش يوقفوا معهم، واهمهم الفنان الكبير صالح. وقلت لي يعني انا بالنسبه لي نعتبره نجم، الان هو النجم الكبير في الجزائر، ونحترمه بزاف ونحبه بزاف، انا خدمت معاه، عمل معاه عملين ونعرفه مليح كصديق اصلا ونحترمه، واحنا اقترحنا عليه هو صرح. كان يعني انا كنت نتمنى يعيط لي انا ولا يعيط الوزير ولا يقول له بلي نعتذر قبل ما يكون تصريح، نقراه في الانترنت كما قال. انت كنت يعني في التغريده ديالك حول موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكنت تاسفت يعني حول التصريحات لصالح اوغروت. يعني انا كنت نتمنى انه هو قال واحد مخرج وكذا كان يعني يعرفني، وانا عيط له قلت، كان هو قال يعني في البليده كي نجي الباب زول نعيط لك، ما عيطليش، قلت نستنى ومازال ماهيش مقلقين، الفيلم راهو في لجنه القراءه، نمشوا الامور عادي كما كاع الناس، الفيلم راهو في لجنه القراءه كي يصرا يفرا الى عطاونا القرار وقبلوه وكذا، مازال الامور بزاف طويله. من بعد نقترحوا له السيناريو ما عجبوش نشوفوا معاه، ما عجبوش عادي. هذه يعني في الخدمه ما خدمتي انت ممثله وتعرفي، حنا كي نقترح على ممثل كاين زوج امور، الحاجه الاولى هي السيناريو، ومن بعد الكاشي، الحاجه الاولى السيناريو يقدر ما يعجبوش ممكن. بعدين بالنسبه لاختيار الممثلين انا عارف كتخلى يعني بالعكس، انا قبل يعني شفته تانيك في الانترنت تانيك وهضرت مع يوسف فادي وزيد الوزير شافو، تلاقات الصدف باللي كاع عجبنا. انا ماذا بينا نجيبوا كاع الطاقات اللي نقدروا نشوفها باللي تضيف للفيلم، احنا ماناش ضد ما نقصوا حتى واحد، احنا ميم دوكا كي يقبلوا الفيلم وكي يمشي الفيلم راح نعاودوا نديروا كاستينغ ومفتوح، ولا شفنا طاقه واحده اخرى ما كانش بطل، باسكو الفيلم ما فيهش بطل واحد، فيه اكثر من بطل. وشفنا معنا مروان قروابي انا نعتبره يعني من النجوم الشباب اللي تانك راح يعاون الاخرين، يعاون الشباب عليه، وهضرنا معاه وعنده قبول مبدئي تانك ايضا. وكاين ليجون تاع يوتيوبرز اللي ماشي معروفين، بالك نحن نعطوا لهم فرصه، والفيلم بالك هو يكون كاول فيلم يندار، ممكن الناس تدير احسن منه وتطور وتديروا تدخلوا في تنافس، ولا عندنا سينما شويه تجاريه شويه حركيه. اكيد نتحدثوا الان على الكاستينغ، انت قلت باللي كاين كاستينغ مبدئي وكاين كاستينغ نهائي. في الكاستينغ النهائي يعني انتم هل يعني خيرتوا لي تيت فينال اللي راح يشاركوا في هذا الفيلم؟ لا كاين، شوفي كاين الناس اللي جاوا معنا اللي كانوا وقفوا معنا في الاول اللي لازم يكون عندهم ادوار، هذه يعني حاجه باينه، باسكو جاوا معنا في اللقاء الاول مع الوزير وجاوا معنا في الورشه
وكاين يعني ناس معينين هادو باينين عندهم ما يعرفوا انفسهم عندهم ادوار وكاين ناس اللي فتحنا باش يكون يعني فيلم شويه ميم الى الطفل نديروا دور صغير لواحد احنا وحبينا نجيبوا ممثلين كبار باش يكونوا معاهم يعني حتى لو كان من ضيوف شرف. حبيت تقول انه الكاستينغ مازال ما انتمش يعني مازال ما تغلقش ما كانش نهائي نو باسكو الفيلم دوك انت عبرك باش ديري كاستينغ نهائي واش معناتها لازم يكون عندك كونترا تاع الفيلم باش نحكوا بواقعيه الفيلم عندك كونترا عقد تعرفي شحال البيجي تاع الميزانيه تاع الفيلم باش تقدري تحطي شكون فيه باسكو انت تعيطي لواحد ما عندكش ميزانيه باش تخلصيها ما تلاقيش اكيد اكيد حنا حبينا ممثلين كبار باش يعاونوا هاد الشباب باش يعاونونا حنا كيما حنا نتعلموا منهم. مور ما خرجش يعني صالح وقروت بتصريح الاخير ديالو وقال باللي انا ما راحش نشارك في هذا الفيلم حب يقول انه الدور تاعو اللي الي فيد يعني كيما يقولوا بوست فاكون دوكا هل في الاول تعطيني دوكا الدور ديالو الاصلي كيفاش كان ودوكا يعني كيفاش حولت الدور تاع صالح اوغروب السينما فن السينما فن باش نقول لك حنا يعني مع يوسف ما نحبسوش في 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 حنا قلنا غير يكون عندنا ميزانيه تكون ميزانيه لا باس يعني ومع حنا نجيب واحد السكريبت دكتور سيناريست باش يعاوننا يزيد نعاودوا مع يوسف يخدم السيناريو نزيدوا نطوروه يعني حتى موديفيو كنا حنطوروه نطوروه لا لا باسكو الانسان مهما كان يحب يطلع خير كل ما تكون يعني يقدر يطلع يطلع احسن ماهوش باش نديروا فيلم راح يشارك في لي زوسكار ولا فيلم راح يدخل في كان باش نفهموا مليح حنا نوجهوا الفيلم هذا للجمهور الجزائري ماناش نوجهوه للجمهور العالمي ولا فيلم درامي اللي يحتاجوا ناس يعني راح يتقمصوا شخصيات هذا الفيلم احنا ناخذوا هذيك الطاقه اللي عند الشباب هذه ونديروها في الفيلم فيلم تجي الناس تتسلى تضحك وتخرج. طيب لو تحكي لنا ربما على الدور تاع صالح اوغروت يعني الدور انيسيال انا في رايي دوك الان صالح اللي نحترمه بزاف خلاص الدور تاعو كان لا قادر نناقشوا معاه هو هو اصلا ما يعرفش الدور تاعو ما شاء الله. طيب معليش احنا نتمناو باللي شوفي نتمناو انا صالح نحبه بزاف هو النجم الكبير اللي كان في الجزائر الان نجم رقم واحد وان شاء الله في واحد اخر يشارك معنا ما افيك بليزير بالعكس صالح كل مره نخدم معاه كل ما نكتشف معاه امور انسان يعني انا في رايي يعني مجرد وجوده في البلاطو يعطي طاقه واحده اخرى. شوف ربما وجه اخر راح يغون بلاصي صالح اوغروت في دور صالح اوغروت في الفيلم ممكن اكيد 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 مازال ما نقدرش نقولوا ادوار لكن كان احنا درنا ليست تاع ممثلين ما حبيناش نهضروا معاهم باسكو شفنا صالح باسكو صالح بالنسبه لنا ديجا كان يعني كصديق هضرنا معاه ماشي برك كممثل كنجم يعني واول وثاني كنجم باش يعطي ميم حتى الشباب يعطيهم دافع باسكو هذاك كان عندهم حلم بزاف ناس ينطلوا على صالح منهم ريفكا يعني اللي خرج في فيديو ريفكا يعني انا في رايي انا جاني المكتب غير كيما انسان شاب كيما كاع الشباب انا تعاملت مع الشباب كاع تعاملت مع محمد بوشايب سهيله معلم مينا لشطر دوكا كان ريما دخي كان امين بومدين كان بزاف شباب بداوا معايا عاد الحارات بداوا معايا بداوا معايا كاع تقدري تسقسيهم كاع مليكه بدا بريمير وانا جبتها كان بزاف اللي بداوا معايا هو سي شاب دوكا لازم احنا ماشي الواجب علينا نهبطوا احنا نستوعبوه نفهموه بالعكس الطاقه تاعو نسحقوها نشوفوا يعني من خلال الفيديو اللي خرج بها ريفكا يعني في موقع سناب شات قال باللي انا نحترم صالح اوغروت الفنان القدير صالح اوغروت وانا ماذا بيا يعني يكون نتلاقى به ونتعلم منه يعني ما يقدرش اسمحي لي لو كان يقول غير هذاك انا نحي ما يقدرش ما يحترمش صالح اوغروت بس صالح اوغروت فنان كبير وفنان عنده خبره وفنان عندي بين روحه ماهوش دوك الان احنا دوك نجيو انا ولا ريفكا ولا اي واحد يقيم صالح اوغروت صالح اوغروت اكبر مني واكبر من ريفكا الان يعني لو كنت تعطينا تفاصيل عن دور ريفكا في الفيلم لا لا هي ما نقدرش نعطيك باسكو احنا شنو راح نديرو راح نديرو كونفرنس دو بريس راح نديرو كاع الامور كي تكون غير القبول الرسمي تاع الفيلم ويكون امور الاخر راح نعطو باسكو الدور ريفكا هو دور كيما كاع الادوار ماهوش يعني دور خالق العاده ولا الناس ما فهمتش انا التحامل ما فهمتوش على بالك لانه ريفكا يعني هو يملا حاليا يعني قاعات الكبرى يعني في الجزائر رياض الفتح قاعه زينيت اخيرا بقسنطينه اللي يعني شعلها حاجه تفرح ماشي حاجه تكره حاجه تفرح اكيد اكيد لكن وجوده في الفيلم ربما راح يكون شويه اضافه اكيد احنا الفيلم الهدف تاعو باش نجيبوا ناس اللي عندهم جمهور مش راح نجيبوا ناس اللي ما عندهمش جمهور احنا لو كان حبينا نديروا فيلم درامي ونجيبوا ممثلين مقتدرين اللي يتقمصوا شخصيات دراميه قويه كانت التوجه مختلف
ما يكونش انا يعني استغرب من التعجب تاع تعجب الناس الممثلين تاع المسرح عندما يقولوا علاش ما تعيطوناش ماشي كيف كيف الفيلم هذا لو كان عيط لك انت ما يعجبكش انت ما تلعبش فيه باسكو ماشي احنا نسحقوا هذه الطاقه هذا الشباب بهذه العفويه تاعها بهذه البساطه تاعها نعطوا لهم ادوار ويلعبوا بهذه العفويه ماهوش حيتقمصوا شخصيات وعميقه وفيلم عميق وفيلم يكون مليح محترم. هل حان ربما الوقت الان يعني نمدوا اعمال اكثر خفه؟ انا بكري انا بديتها سعد القط واكتشفت بعد بس كان درت زنقه ستوري كانت سلسله قويه شويه عميقه ما جازتش اصلا واحد ما شافها فهمت باللي لازم الامور تكون اخف شويه بديت سعد القط سعد القط كنا حابين نكري نديروا يعني النجم اللي كان انا محمد بوشايب كي جبتوه الناس كانت تقول كيفاش تجيبوا هذاك جان واش حيدير وصغير جبناه وعطينا له دور ولا ستار وكان قادر يولي اكثر لو كان مشينا في الامور كنا قادرين نصنعوا النجم كنا قادرين نديروا يعني من هذاك الوقت تفكير في صناعه النجم. انا في رايي دوك الوقت حان وانا في رايي في الوقت حان باش نديروا دي سينما نديروا دي ملتي بلاكس نديروا سينما تجاريه اللي ما كيقول لي تنافس في السينما التجاريه تجيب جمهور الجمهور راح يجيب اموال الاموال راح تخلي الناس تخدم افلام اللي يحب يدير فيلم عميق ولا فيلم يعني مكتوب مليح ولا فيلم درامي يقدر يكتب باسكو كان تمويل كان كما تقول الاموال هي الدور لازمنا حركيه احنا منقوصين حركيه في الجزائر وانا هذا الفيلم ان شاء الله يعني المشروع ما يعني حتى مع الوزير خلق حاجه اللي تدفع الناس حتى الخواص باش يقدروا بالك ابري يدخلوا في السينما ما يخلوش غير الدوله تدخل في السينما جونس على ميم الخواص يقدروا يديروا دي ملتي بلاكس يحلوا بوفغي يعني لي وهذا الفيلم يقدر كيشوف الى 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 نجح الفيلم الناس كي تشوف انت السينما تمشي تعود تقول علاش ما نستثمرش في السينما ما نستثمرش غير في حاجه حتى يعني رجال الاعمال راح يتوجهوا يعني للقطاع السينمائي والثقافي. مزاحم يحيى شكرا على هذا التفاصيل وان شاء الله بوكو بليس ديتاي يعني على هذا الفيلم اكيد اكيد ان شاء الله في كي يكون يعني الامور حنا برك حبينا يكون عندنا يعني شيء رسمي من وزاره الثقافه كي كان يعني قبول من اللجنه او امور راح نديروا كونفرنس دو بريس ونديروا نولي نورم احنا نحترموا بالعكس يعني نمشوا ايتاب بار ايتاب بحول الله. شكرا لك مزاحم يحيى مخرج فيلم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي بهذا نختم المواد الثقافيه اشكركم على المتابعه.